السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوة الحضور، تشرفنا بكم في هذه الندوة النقاشية. نأخذ الكلام بداية مع باحثين مهمين. البداية تكون مع الباحث التركي السيد مصطفى أوزجان، والذي سيتحدث عن معالم وآفاق السياسة الخارجية التركية في الفترة القادمة، والورقة الثانية ستكون مع الباحث العراقي السيد حاتم الفلاحي، نتائج الانتخابات التركية وتأثيرها على العراق نموذجا. البداية تكون مع السيد مصطفى أوزجان ليحدثنا عن معالم وآفاق السياسة الخارجية التركية في الفترة القادمة. لك سيدي 20 دقيقة، تفضل. مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتناول في بحثنا هذا معالم وآفاق السياسة الخارجية التركية في الفترة القادمة. حقيقة هذه الانتخابات مفصلية في تاريخ تركيا، كلنا نعرف ذلك. لو فرضنا أن حزب الشعب الجمهوري استلم الحكم بدلا من حزب العدالة والتنمية، ما كان سير العلاقات تركيا مع الخارج؟ طبعا كان يتغير سياسة الخارجية التركية ربما برمتها، على أساس كان يهدف كليشتارولو قربنة العلاقات التركية، يعني اتجاه مجددا نحو الغرب، أو ارتماء تركيا نحو أحضان الغرب كما كان سابقا. ربما بما يتعلق بالسياسة الخارجية تجاه البلدان العربية، هو كان أقرب لتفاهمات واتفاقية الأقلية، كما كتب نبيل خليفة. ما المقصود بالأقلية هنا؟ أقلية، يعني أنا أقصد أن هناك تحالف الأقليات في البلدان العربية، خاصة بين النظام السوري وبين إيران وتوابع إيران، هذا معروف للجميع. لذلك يعني حزب الشعب الجمهوري أو موقف الشعب حزب الشعب الجمهوري ليس ببعيد عن هذه الاتفاقية داخليا وخارجيا. يعني كان يوثق صلة مع النظام السوري، وهو يتطلع إلى ذلك منذ زمن، ويعني دائما يتحدث عن التقارب بين النظام السوري وبين تركيا، وأيضا إعادة اللاجئين إلى سوريا وما إلى ذلك. لذلك لو استلم حزب الشعب الجمهوري السلطة في تركيا كان قد يتغير معالم هذه السياسة أو سياسة تركيا تجاه العالم، خاصة تجاه المنطقة أو بلدان العربية. أنا أريد أن ألخص علاقة تركيا بالخارج بعدة مستويات. المستوى الأول طبعا دول لها علاقة متميزة مع تركيا، يعني في الشرق الأوسط وفي العالم. بالنسبة في الشرق الأوسط، نرى قطر لها علاقة متميزة مع تركيا، وهذه العلاقة متميزة مستمرة حتى الآن، وتفتخر قطر وتركيا بمستوى هذه العلاقات، ربما ترتقي إلى حد أكثر أو إلى حد القصوى، نتمنى ذلك. طبعا هناك دول أخرى أيضا مثل أذربيجان. لذلك قام رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بعد الجولة الثانية وأيضا فوزه في الانتخابات كزيارة أولية، قام لأذربيجان والتقى بنظيره هناك إلهام أليو. يوصف هذه العلاقات في الأدبيات السياسية التركية بأنها دولتان لشعب واحد، يعني هذه حقيقة. أن أزريين أو أزربيجانيين، مع أن هناك اسم مختلف عن تركيا أو تركيا، ولكن نحن كشعب واحد. يعني كنت أتناول نعم أربع مستويات، قلت
علاقة متميزة، ثانيا علاقة متوترة. كنت أتطرق أصلا في العلاقة متوترة، يعني هناك دول لديها علاقة توترية أو متوترة مع تركيا، منها الولايات المتحدة الأمريكية لا شك من ذلك. أسباب طبعا توتر ليس وليدة اليوم، أصلا منذ قرن هناك علاقة تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا وسياسيا، ولكن ينقصه أصلا الاقتصاد. ليس هناك تعاون تجاري بين البلدين كما ينبغي. كان يشكو منها تورغوت أوزال الرئيس الأسبق التركي، يعني هناك علاقة تركية صينية، علاقة تركية روسية متعالية جدا حتى في العلاقات التجارية، ولكن مع أننا حلفاء عسكريا مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك علاقة تجارية على مستوى الأصدقاء أو مستوى الحلفاء. كان يشكو منها أزال. وأيضا كانت هناك تدخلات العسكرية أو تدخلات سياسية لسير عمليات سياسية في تركيا. بس على سبيل المثال انقلابات في العالم العربي والإسلامي حتى في كل أنحاء العالم انطلقت بتحريك وتفعيل الولايات المتحدة الأمريكية. منذ أول انقلاب العسكري في سوريا يقال أن الولايات المتحدة الأمريكية كان وراء هذا الانقلاب العسكري في سوريا وفي في تركيا أيضا. وبالنسبة للمشاريع مثلا، بالنسبة للمشاريع تركيا قدمت بعض المشاريع الكبرى لترقية تركيا، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية عطلت هذه المشاريع. لذلك اضطرت تركيا أن تتوجه نحو موسكو للتعاون معه في تصنيع تصنيعات صناعية وغير صناعية، حتى ربما ليست عسكرية، ولكن في مناحي شتى كان هناك تعاون مع موسكو. يعني منذ أدنان مندرس إلى ديميرال إلى أردوغان هناك اصطدامات بين السياسة الأمريكية وبين السياسة التركية إلا أزال. في أيام أزال كان علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ليس بسبب الولايات المتحدة الأمريكية أصلا كانت تؤيد تركيا، ولكن أزال لمواجهة مؤسسة العسكرية ربما استعانت بسلطة الأمريكية أو قدرة الأمريكية لمواجهة العسكر. هذا ما حصل في بداية أول الحكومة حزب العدالة والتنمية. تركيا استعانت بالاتحاد الأوروبي 2004 وغيرها، ليس الولايات المتحدة الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عطلت مشاريع كثيرة صناعية بالنسبة لتركيا، حتى يمكن أن مقارنة هذا المجال بما حدث أيام عبد الناصر. عبد الناصر أتى بانقلاب العسكري مؤيد مدعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، كل الناس يعرف ذلك أو مطلعون على هذا الأمر يعرفون ذلك. ولكن مع ذلك في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية عارضت إنشاء سد أسوان، سد العالي. لذلك غير عبد الناصر وجهة مصر نحو الاتحاد السوفيتي آنذاك. هذا ما حصل بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية. ولكن هناك مفارقة بين معاملة الأمريكيين تجاه عبد الناصر وبين معاملة الأتراك. على سبيل المثال هم لا يريدون دخول تركيا إلى البلدان العربية، للبلدان العربية غير مسموح، ممنوع دخول تركيا عسكريا وغير عسكريا إلى العالم العربي. لماذا؟ لأن بعد احتلال بريطانيا لمصر كان هناك سياسة لكراهية الأتراك من قبل العرب. لماذا؟ لأن هذه العواصر بين العرب والأتراك تحدي بحد ذاتها للغرب، الدول الغربية. إنما يعني يكون تفاعل العربي والتركي هذا يمنع دخول الغزاة الأجانب. يعني كيف سيكون شكل العلاقة ما بين تركيا وأمريكا في الخمس سنوات القادمة
اختصر ان شاء الله وانتقل الى سؤالك. مثلا على سبيل المثال كان 1957 كان هناك مناورات كان هناك تناغم بين حلف بغداد بين بغداد او العراق انذاك وبين نور سعيد باشا خاصة بين عدنان مندرس، وكانوا يمارسون سياسة اجتذاب أو استمالة سوريا إلى حلفهم، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية تركت المجال لعبد الناصر لكي يلعب، وحصل هناك اتحاد بين سوريا ومصر. وكان قبل ذلك تفترض تركيا أن تكون هناك حلف منها أيضا أن يدخل على هذا الحلف النظام السوري أو سوريا آنذاك، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية فضلت ورجحت مصر، دور مصر، لم ترجح ولم تفضل تركيا. هذا ما حصل أيضا بعد الربيع العربي، نفس السياسة من أوباما وغيرها. إذن هناك سياسة البريطانية حتى الآن قائمة لتنفير العرب من الأتراك أو كراهيات العرب من الأتراك. لماذا؟ لأن اتحاد العرب والأتراك معا هذا يكون تحد كبير للغرب، للدول الغربية بالنسبة خمس سنوات أخرى. بالنسبة لاستشفاف مستقبل العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ليس على ما يرام، يعني إما أن تركيا تستسلم للسياسات الواقعية الأمريكية في هذه الحالة تتحسن، لو جاء إلى سدة الحكم حزب الشعب الجمهوري مثلا إلى حد ما يتحسن العلاقات، ولكن أنا لا أعتقد كذلك، أنا لا أعتقد تحسن العلاقات مع مجيء حزب الشعب الجمهوري إلى سدة الحكم. لماذا؟ لأن كان هناك سياسة قبرصية لإسمة يوناني 1963 وغيرها، كان هناك جونسون الرئيس الأمريكي كان يعارض توجهات تركيا في قبرص وأرسل رسالة تهديد، مع أن كنا آنذاك في حلف الشمال الأطلسي يعني أصدقاء أو حلفاء، أرسل رسالة تهديد ل اسمه تنونو. ماذا أجاب اسمه تنونو على هذه الرسالة؟ قال سيقام يوما ما حلف جديد وتركيا ستدخل لهذا الحلف بدلا حلف الشمال الأطلسي، نحن ندخل إلى حلف جديد الموعود. هذا أيضا بالنسبة لعلاقات تركيا مع دول الاتحاد الأوروبي. مثلا بلاد أجيبت كان هناك فرصة 1979 كان اليونان يدخل وإسبانيا يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، كان بإمكان تركيا أيضا أن يدخل إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن بلانت أجيبت كان آنذاك رئيسا للوزراء، ماذا قال؟ مهم جدا، قال نحن نرفض دخول للاتحاد الأوروبي. كان هناك لم يسمى آنذاك أصلا الاتحاد الأوروبي كاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الجمركي للدول الأوروبية. قال هم سيصبحون ويكونون شركاء ونحن نصبح سوق فقط. يعني هناك مسألة بالنسبة لكينيا، جاء بعض المبشرين من أمريكا وغير أمريكا وأتوا بالإنجيل وتمكنوا في كينيا وتبادل الأمور. بعد ذلك شكوا بعض المزارعين، قالوا كنا نملك أرض وهم كانوا يملكون إنجيل، نحن اليوم نملك إنجيل وهم يملكون الأرض. بالنسبة لمستقبل العلاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، نعم كان هناك مصلحة أصلا لدخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن هم ثقافيا رفضوا تركيا على أساس أن تركيا ليس من منظومتهم،
من منظومتهم، يعني ثقافة تركيا مختلفة عن ثقافتهم. لذلك كثيرا ما يعني اعترفوا القادة الأوروبية، اعترفوا بهذا، قالوا أن أوروبا لا تستطيع أن تستوعب ثقافيا تركيا، إنما تنضم تركيا مثلا للاتحاد الأوروبي ستشكل المسلمون في أنحاء أوروبا خمس أو يعني 20% 25% من عدد السكان الدول الأوروبية، وأيضا مقاعد البرلمان الأوروبي وغيرها. لذلك يخافون من ثقل تركيا، ثقل المسلمين. حتى طبعا اعترف من اعترف، كلينتون اعترف، قال قيادات الأوروبية اعترفوا لي، قالوا نحن لا نستطيع أن نرحب بدولة مسلمة في وسط أوروبا، يقصدون بوسنة هرسك. بوسنة هرسك كم مليون؟ مليون ونصف مليون. إذا كانوا لا يستطيعون استيعاب كمثل هذه الدولة الدويلة في وسطهم، كيف يتسنى لهم أن يستوعبوا تركيا، أن يقبلوا تركيا؟ هذا مرفوض. لذلك هناك اتحاد جمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي منذ 1995. تركيا تريد تحسين المواد هذه الاتفاقية. ربما بعض الأوروبيين أيضا يرون حقية هذه المطالب من قبل تركيا، ربما سيكون هناك علاقات اقتصادية، ولكن علاقات سياسية، علاقات ثقافية وغيرها طبعا منقطع، أو ليس هناك مستقبل لهذه العلاقات من ناحية السياسية وغير السياسية. هم لا يريدون، إذن ليس هناك أمل ولا مستقبل لتركيا في الاتحاد الأوروبي كعضو كامل، ولكن هناك سيناريوهات مختلفة لكي تنضم تركيا، ولكن ليس كعضو كامل، ولكن بأشكال مختلفة، أوروبيين أيضا يناقشون هذه القضية فيما بينهم، ليس فكرا على تركيا، ولكن يريدون استيعاب دول أخرى أيضا، ولكن ليس كعضوية كاملة، عضوية ناقصة لتركيا أيضا يقترحون هذا الطرح. كان هناك نائب إسباني وهو أعد تقريرا حول عضوية تركيا في المستقبل، قال نحن نرحب بتركيا ولكن كشريك اقتصادي ليس شريك سياسي وما إلى ذلك. إذن ليس هناك أمل في المستقبل لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. سيد هاكان فيدان، طبعا سيد هاكان فيدان متمرس في عمله، فهو خدم في المخاوة. ما دلالة اختيار هذا الرجل لأن يكون وزيرا لخارجي؟ طبعا كنا نتوقع أصلا إبراهيم قضن أن ينوب شاوشولو في هذه الوزارة، وزارة الخارجية، ولكن فجأة بالمفاجأة رأينا رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان في هذا المنصب. أصلا هو أحمد داوتوغلو كان اقترح عليه أن ينتقل إلى البرلمان ثم أن يستوزر، يعني أن يصبح وزيرا، ولكن الرئيس التركي آنذاك رفض هذا الاقتراح. ولكن اليوم يعني هو الذي عينه كوزير للخارجية، لأن لديه أصلا إلمام بأمور تخص للوزارة الخارجية، لأن المخابرات جمع المعلومات والوزارة الخارجية تفعيل هذه المعلومات. يعني سؤال أخير لأن الوقت انتهى، هل ترى أن سياسة صفر مشاكل نجحت أم لا؟ والله هي صفر مشاكل، يعني أنا أقول شيء بالنسبة لكتمنيات، يعني يقول الشيخ سعدي فهو معروف، يعني صاحب بوستان وجلستان، الأتراك يعرفون كثيرا لأن مؤلفاتهم مترجمة إلى اللغة التركية، ربما إلى العربية كذلك، لا أعرف هذا الموضوع. وقال سعادة الدارين لا يمكن إلا بشيء، إلا تحصيله لا يمكن إلا بشيء، توثيق
سادة الدارين لا يمكن بشيء توثيق المحبة مع المعارف والإحسان إليهم. الثانية المصالحة مع الأعضاء، مع الأعضاء، هذا تمنياتنا. ولكن هل متشمت له قول يقول من لم يعرف تاريخ جيرانه عليه أن يترك، أن يترك السياسة، لا أو يعني لا يصبح رئيسا أو مسؤولا كبيرا في الدولة، لابد أن يعرف جيرانه. لذلك إذا كانت هناك حاجة للقتال، نعم، لتوقي القتال لابد من القتال أو الاستعدادات، هذا مثل تركيا. بالنسبة لصفر المشاكل، ليس هناك في العالم صفر المشاكل، أنت تريد صفر المشاكل ولكن الآخر يتربص بك، كيف يكون صفر المشاكل؟ شكرا لسيد مصطفى وجان على هذه الورقة. حقيقة الملف معقد ولا يمكن خلال 20 دقيقة أن يتمكن أي باحث من أن يتناول هذا الأمر. يعني قضية العلاقات الأمريكية الأوروبية، الأمريكية التركية عفوا، لحالها هي بحاجة إلى ندوة. العلاقات التركية الأوروبية أيضا علاقات معقدة جدا وطويلة من حيث التركيب والتعقيد. أما العلاقات العربية في التركية فتاريخها عميق وطويل ومركب ومعقد، وبالتالي يعني نتمنى أن نلتمس العذر للسيد مصطفى لأنه تمكن من تسليط الضوء على نقاط مهمة، وبالتالي هذا هو الممكن على الأقل ضمن هذه 20 دقيقة. الورقة الثانية للسيد حاتم الفلاحي الباحث في مركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسام، ليحدثنا عن نتائج الانتخابات التركية وتأثيرها على العراق. نتمنى أيضا من السيد الفلاحي على اعتبار هو ضابط في سابق في الجيش العراقي أن يركز على قضية وجود البككة في العراق، لأن هذا هو من الملفات الشائكة في العلاقات العراقية التركية. تفضل لك 20 دقيقة، بارك الله بك. حقيقة عندما نتكلم عن نتائج الانتخابات التركية وأثرها في العلاقات العربية والدولية، لابد لنا أن نأخذ نموذج لهذه العلاقات، ومن هذه النماذج هو العراق. وقبل أن أبتدئ يعني سأخوض في مسائل تتعلق بالعلاقات العربية والدولية مع تركيا وتأثير هذه الانتخابات عليها، نتائج هذه الانتخابات، ثم سأتطرق إلى تفاصيل الملف العراقي. من يراقب السياسة التركية في 80s و 90s القرن الماضي يجد بأن تركيا قد توجهت نحو الغرب بشكل كبير، الأمر الذي كان فيه تجاهل لحقائق التاريخ والجغرافيا. واستمرت هذه العلاقة ما بين تركيا وما بين الغرب لفترة طويلة حتى عام 2002. حتى عام 2002 كانت هناك نقلة نوعية في السياسة الخارجية التركية بعد فوز حزب العدالة والتنمية بالانتخابات في تلك الفترة، الأمر الذي جعل حزب العدالة والتنمية يقوم بإعادة ترتيب العلاقات مع دول المنطقة وخاصة مع دول الشرق أو الدول العربية. واستمر هذا الواقع إلى عام 2003. حدثت متغيرات كبيرة جدا بعد احتلال العراق، متغيرات إقليمية ومتغيرات دولية أثرت بشكل كبير جدا على تفاعلات العلاقات التركية مع المنطقة، خصوصا وإن تركيا في عام 2003 لم تسمح للقوات الأمريكية باستخدام القواعد الأمريكية أو الأراضي التركية باستخدامها للهجوم على العراق. وبالتالي هذا الأمر عده الكثير من الخبراء بأنه خطأ استراتيجي كبير، الأمر الذي غيبها في رسم مستقبل العراق القادم بعد عام 2003، وأطلق يد إيران في العراق وفي المنطقة أيضا من خلال التفاهمات التي جرت ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة. يقول بريجينسكي بأن العلاقات التركية الأمريكية بشكل عام تعتبر علاقات مضطربة، بدأ الاضطراب منذ عام 2003 واستمر إلى يومنا هذا. يعني عندما نسترسل في هذه القضية نجد أنه في عام 2016
كان هناك اشتراك للولايات المتحدة الأمريكية في عملية الانقلاب التي جرت على تركيا. وإذا ما جئنا إلى عام 2014 قبل هذه الفترة نجد بأن تركيا الولايات المتحدة الأمريكية فضلت أن تتعامل مع تنظيم الدولة فضلاً عن تتعامل مع دولة هي أصلاً عضو في حلف الناتو، عندما تعاملت مع قوات قصد الديمقراطية لمواجهة تنظيم الدولة ورفضت أنها تتفق مع تركيا لمواجهة هذا التنظيم. فالعلاقات التركية الأمريكية نستطيع أن نقول إن فيها اضطراب كبير جداً، وهذا ما جعل حتى في هذه الانتخابات كان هناك دعم غربي كبير جداً للمعارضة على حساب حزب العدالة والتنمية. هناك نقطة أخرى أود التطرق إليها قبل أن أخوض في تفاصيل الموضوع، بأنه العلاقات الإيرانية التركية كانت علاقات جيدة قبل عام 2011، كانت تتسم بالعلاقات الودية، وكانت هناك يعني نستطيع أن نقول تواصل جيد، حتى أنه كانت هناك محادثات استضافتها تركيا فيما يخص الملف النووي الإيراني. ولكن بعد عام 2011 وثورات الربيع العربي تبدلت العلاقة بشكل كبير جدا، أصبحت العلاقة تميل إلى التوتر وإلى التنافس في الكثير من الساحات، منها في سوريا ومنها في العراق، وهذا انعكس على طبيعة العلاقات التركية العربية في كثير من التفاصيل، وخاصة في العراق وفي سوريا، بسبب موقف تركيا من القضية السورية، وموقف تركيا أيضا من التدخل الإيراني أو التواجد الإيراني الكبير الذي حدث في العراق بعد عام 2014. لا شك بأن العراق يرتبط مع تركيا بعلاقات وثيقة، هذه العلاقات هي تتميز بعمقها التاريخي، وهذا يرجع إلى حقبة الدولة العثمانية وسيطرتها على العراق، الأمر الذي ترك موروثاً ثرياً من العلاقة بين البلدين، حيث ترتبط هناك روابط كثيرة مشتركة ما بين الشعب التركي والشعب العراقي، منها رابطة الدين والثقافة والاقتصاد والعرق، هناك قومية تركمانية وكردية، وهناك تشابه في قضية التركيبة السكانية لكلا البلدين على الحدود. يضاف إلى ذلك بأن هناك روابط ومصالح اقتصادية كبيرة جدا ما بين العراق وما بين تركيا، تحتم على البلدين أن تكون هناك علاقة جيدة في التعامل خلال الفترة الماضية. يضاف إلى ذلك بأن هناك حدود برية مشتركة ما بين العراق وتركيا تصل إلى أكثر من 367 كيلومتر. يضاف إلى ذلك بأن قضية المياه تعتبر تركيا هي دولة المنبع والعراق هي دولة المصب، وبالتالي هناك مصالح مائية أيضا تترتب على هذه القضية. السياسة التركية في عام 2009 طرحت مسألة صفر مشاكل، لا شك بأن هذه السياسة نجحت بشكل كبير في تلك الفترة، خصوصا وأن تركيا استخدمت القوة الناعمة في الدخول إلى المنطقة، فكان هناك انفتاح سياسي، كان هناك انفتاح اقتصادي واستثماري. يضاف إلى ذلك كان هناك تحسين للعلاقات مع الكثير من الدول، بعد أن كانت العلاقات مقتصرة على الدائرة الغربية أصبحت تركيا تنظر بأنه الاتحاد الأوروبي بدأ يضع الكثير من العراقيل أمام دخول أوروبا إلى, 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 إلى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يجب أن تبحث عن بدائل، كانت هذه البدائل هي الدائرة العربية، وفيما بعد جاءت الدائرة القوقازية أيضا، هناك دول كثيرة تركيا يمكن لها أن تفتح هذه العلاقات وتفتح مجال واسع للتبادل الاقتصادي والعسكري وكثير من التفاصيل الأخرى، خصوصا وأن هذه الروابط هي روابط كثيرة. وبالتالي نجحت تركيا عبر الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية وعدم التدخل في الشؤون السياسية والابتعاد عن الصراعات الداخلية، نجحت في بناء علاقات مستقرة ومستمرة طوال تلك الفترة. التغير الكبير الذي حصل أيضاً في السياسة التركية بعد عام 2011 عندما وقفت تركيا مع الدول العربية التي جرى فيها الربيع العربي، كان موقف تركيا واضح جداً في دعم الشعوب العربية ودعم الثورات التي جرت في العالم العربي، الأمر الذي أدى إلى توتر الكثير من العلاقات خاصة مع مصر ومع سوريا ومع كثير من الدول الأخرى، بالإضافة إلى العراق الذي كان هناك فيه ارتهال للقرار السياسي العراقي طوال الفترة الماضية منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا، بسبب التدخلات الخارجية وبسبب التواجد الإيراني الذي وظف أدوات سياسية وأدوات عسكرية في العراق وبدأ يضغط على القرار السياسي العراقي في كثير من الملفات بما فيها ترتيب العلاقات مع تركيا. لا شك بأنه كانت هناك عودة
لتركيا إلى الساحة بعد عام 2014. بعد عام 2014 دخول تنظيم الدولة، السيطرة على مناطق كثيرة في العراق، السيطرة على مناطق كثيرة في سوريا، تمدد قوات قسد الديمقراطية التي حصلت على دعم أمريكي غير مسبوق، يعني في بما فيها أسلحة ثقيلة وبها تفاصيل كثيرة، جعلت تركيا تتحسس الكثير من تهديدات الأمن القومي في هذه الفترة، ولكنها بقيت ملتزمة ضمن دول حلف الناتو بالكثير من التفاصيل والاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد عام 2016 كانت هناك نقلة نوعية في السياسة الخارجية التركية، خاصة بعد الانقلاب، حيث في هذه الفترة تم السيطرة على القرار السياسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومته بشكل كامل، بعد أن تم فشل الانقلاب الذي جرى في عام 2016، وأصبح القرار السياسي هو القرار النافذ في تركيا وليس القرار العسكري كما كان سابقا، بحيث يحق للقرار العسكري أن ينقض الكثير من التوجهات السياسية قبل هذه الفترة. هذا الأمر جعل تركيا تستعرض في المنطقة بشكل كبير جدا، خصوصا أنها تحسست بأن هناك تهديد للأمن القومي التركي من قبل قوات قسد الديمقراطية المتواجدة في سوريا، يضاف إلى ذلك تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق الذي بدأ يتمدد بعد عام 2014، الذي كان مقره بداية في جبل قنديل وفي بعض المناطق الجبلية الأخرى، ولكن بعد عام 2014 بدأ هذا التنظيم يتسلل ويدخل إلى مناطق أخرى هي تحت سيطرة الدولة المركزية في العراق، ومنها مدينة سنجار، الآن يتواجد في مخمور، يتواجد في كركوك، يتواجد في السليمانية، وبالتالي أصبح هذا التنظيم أيضا يشكل تهديد للأمن القومي التركي، وبالتالي أصبحت تركيا مجبرة على أن تخرج إلى الخارج باستعراض القوى العسكرية. فكان هناك تدخل عسكري في سوريا واضح جدا، كانت هناك 5 عمليات عسكرية نفذت في سوريا خلال هذه الفترة، يضاف إلى ذلك بأنه كان هناك تدخل عسكري في ليبيا بسبب متطلبات الأمن القومي التركي والمصالح الاقتصادية التي حتمت على تركيا أن تتدخل في ليبيا في تلك الفترة. يضاف إلى ذلك كان هناك تدخل أيضا عسكري في قطر بعد محاولة الانقلاب، يضاف إلى ذلك التدخل الذي قلنا عليه في العراق والتدخل في الصومال، ثم جاء بعد ذلك التدخل في أذربيجان. إذن تركيا استخدمت سياسة، نستطيع أن نقول سياسة عسكرية قوية جدا في الخروج إلى الخارج بعد عام 2016 للمحافظة على مصالح الأمن القومي التركي، ولكن هذه العلاقة كانت لها تداعيات كبيرة جدا، ومن ضمن هذه التداعيات بأنه كانت هناك علاقات مضطربة مع الدول العربية وخاصة مع السعودية بعد حادثة مقتل جمال خاشقجي، كانت هناك أيضا علاقات سيئة مع مصر، كانت هناك علاقات أيضا مع الإمارات كانت سيئة، ولكن تركيا حقيقة بعد هذه الفترة أخذت تعيد ترتيب أوراقها من جديد، وترتيب هذه العلاقات يتطلب ترميم العلاقات بما فيها العلاقات مع تل أبيب، فبدأت تركيا بنسج علاقات جديدة من خلال تفكيك هذه الأزمات مع هذه الدول والعودة من جديد إلى اتفاقات جديدة تضمن المصالح لكلا البلدين. فكان هناك ترطيب للعلاقات مع السعودية، كان هناك ترطيب للعلاقات مع الإمارات، ورأينا بأن السعودية في الانتخابات الأخيرة كان هناك دعم مالي قدم بما يقارب 5 مليار دولار وضعت في المصارف التركية دعما للحكومة التركية. يضاف إلى ذلك بأنه كانت هناك ترطيب للعلاقات مع مصر وكذلك مع تل أبيب خلال هذه الفترة، وهناك تقريبا الآن وصلت إلى تبادل السفراء وما إلى ذلك من أمور. إذن السياسة التركية خلال هذه الفترة نستطيع أن نقول إنها تراوحت ما بين المد والجذب وما بين الاضطراب والتوتر إلى الدفء وعودة العلاقات مرة أخرى. حقيقة هذه تحتاج إلى تفصيل كثير، ولكن أنا الوقت أعتقد بأنه يداهمنا، فلذلك حاولت أن يعني أفصل بهذه القضية من السرعة. يعني الحقائق التي أفرزتها الانتخابات التركية، هذه الانتخابات حقيقة كانت انتخابات تاريخية ومفصلية، لكونها ستحدد الوجهة المستقبلية لتركيا في الكثير من الملفات الساخنة سواء كانت داخلية أو خارجية، لذلك فهي مصيرية وغير مسبوقة في تاريخ تركيا، خصوصا وأنه كانت هناك فشل في محاولة الانقلاب التي جرت عام 2016،
كان هناك فشل في الضغط الذي مورس من قبل المعارضة خلال الفترة الماضية سياسياً واقتصادياً من خلال توظيف ارتفاع الأسعار، التضخم الاقتصادي، ملف اللاجئين، تداعيات الزلزال، يضاف إلى ذلك الضغط الخارجي الذي مورس من قبل الغرب على حكومة العدالة والتنمية. لا شك بأن الفوز بأغلبية مريحة في البرلمان والفوز في الانتخابات الرئاسية سيطلق نستطيع أن نقول سيطلق يد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتخاذ قرارات مصيرية في الفترة السابقة، مما يعني بقاء النظام الرئاسي ودعمه وترسيخه خلال الفترة القادمة. هذه الانتخابات فرضت واقعاً جديداً في الداخل والخارج التركي، خصوصاً وأن المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية ستفرض على تركيا أن تخرج على الساحة الدولية والعلاقات مع الدول المجاورة بشكل مختلف عما سبق. ففوز العدالة والتنمية يعني بأن هناك وجود نظرة جديدة للسياسة الخارجية، وهي استمرار للسياسات السابقة. أعتقد بأنها ستشهد هذه الفترة مراجعات دقيقة، إعادة تقييم وتموضع، معالجة للثغرات، جمع للمعلومات، وضع للبدائل وتحليلها. يضاف إلى ذلك بأنها سوف تميل السياسة الخارجية التركية المقبلة إلى البراغماتية في التعامل مع الملفات الساخنة بعيداً عن المزاجية والعاطفية، وستكون مبنية على معلومات دقيقة، لا سيما وأنها اعتمدت التغيير في السياسة الخارجية، وهذه تعتبر حقيقة سمة من سمات السياسة الخارجية للدول الناجحة التي تسعى إلى التجديد والتغيير دائماً. ومن خلال يعني من أهم هذه المؤشرات هو تبديل أو المجيء برئيس جهاز الاستخبارات العسكري هاكان فيدان إلى رئاسة أو إلى وزارة الخارجية، والمجيء بإبراهيم كولن إلى رئاسة جهاز الاستخبارات. هذه التغييرات لا بد لها أن يكون لها شأن كبير جدا في الفترة المقبلة بالنسبة للسياسة التركية، خصوصا وأنها هناك ملفات ساخنة يجب على تركيا أن تواجه هذه الملفات، سواء كانت في العراق أو سواء كانت في سوريا أو سواء كانت في ليبيا، يضاف إلى ملفات الداخل التركي. يقول الرئيس أردوغان بأنه سيستمر في بناء المئوية التركية بعد أن تمكنت تركيا من التصدي إلى العراقيل والدسائس، كما قال بأنه سيواصل العمل والتركيز على الاستقرار وعلى البناء الاقتصادي والأمني في هذه المنطقة، وسيراعي المصالح الوطنية والمبادئ والتوازنات الدولية بشكل كبير جدا. العلاقات بشكل عام يعني خاصة العلاقات التركية العراقية أخذت مسار متعرج في الفترة الماضية. يعني لو جئنا إلى الحكومات التي حكمت العراق بعد عام 2003، لن أخوض بالحكومات التي سبقت، يعني نجد بأن حكومة المالكي اللي أخذت فترتين أو حكومة إبراهيم الجعفري، كانت هناك نظرة للسياسة الخارجية التركية تقول بأن هناك إقصاء، وهناك يعني نستطيع أن نقول سياسات طائفية تتبع من قبل هذه الحكومات عام 2008 2007 2006 هذه الأعوام. ولكن مع هذا لم يمنع تركيا من أن توقع مع العراق عندما أنشأت مجلس التعاون الاستراتيجي عام 2007، وتم عقد أول مجلس لهذا المجلس في عام 2008، تم التوقيع على 48 اتفاقية ما بين الطرفين. هذه العلاقات تراوحت بين المد والجزر طوال الفترة الماضية، لكن في فترة دخول تنظيم الدولة عام 2014 في حكومة العبادي، كانت هناك اتفاقات ما بين تركيا وما بين العراق على إرسال قوة إلى بعشيقة لتدريب الحشد الشعبي الوطني لأثيل النجيفي، وتدريب قوات البيشمركة على أن يكون قاعدة متقدمة لجمع المعلومات عن حزب العمال الكردستاني في العراق. ولكن العبادي بعد فترة قال بأن هذه القوة لم يتم الاتفاق عليها، وهناك تصريح للرئيس أردوغان قال بأنه العبادي طلب منا مباشرة بإرسال هذه القوة في عام 2014، ولكنه تنصل عن ذلك في عام 2015. وصولا إلى حكومة السوداني، لن أخوض في بقية التفاصيل، يعني حكومة السوداني الآن هي حكومة جاءت بعد الانتخابات الأخيرة في العراق، هي فاقدة للشرعية تماما، جاءت بتوافقات سياسية إلى سدة الحكم في العراق.
هذه الحكومة أنا أعتقد لا يمكن البناء عليها بشكل كبير جدا لوجود ملفات ساخنة ما بين العراق وتركيا. فتواجد حزب العمال الكردستاني في العراق هذا التواجد يهدد الأمن القومي التركي، وكانت هناك عمليات عسكرية وصلت إلى أكثر من 20 عملية عسكرية نفذت من قبل تركيا في العراق خلال الفترة الماضية، ولكن الحكومة العراقية لم تتخذ أي إجراءات حقيقية للتعامل مع هذا التنظيم، على الأقل يعني بمنع هذا التنظيم من استخدام العراق كقاعدة أمينة وملاذ آمن لعملياته باتجاه تركيا، خصوصا وأنه بدأ يتمدد تحت مناطق هي تحت سيطرة الحكومة المركزية في العراق مثل ما ذكرت سابقا. يضاف إلى ذلك بأن قضية المياه في العراق هذه القضية هي قضية أمن قومي بالنسبة للعراق. تركيا شيدت ما يقارب 22 سد على هذا على هذه الأنهر اللي هي نهر دجلة والفرات. يضاف إلى ذلك أقامت ما يقارب 19 محطة كهربائية على هذه الأنهر كهرومائية على هذا الأنهر. فلذلك الآن العراق يشكو من قلة الإطلاقات التركية، وعند زيارة السودان الأخيرة تم إطلاق 200 متر مكعب بالثانية من قبل الرئيس أردوغان ولمدة شهر لغرض تلافي الأزمة التي يمر بها العراق نتيجة نقص الإمدادات المائية بالنسبة لمياه دجلة والفرات. يضاف إلى ذلك بأن هناك قضية الملف الاقتصادي التي تعتبر هي مهمة لكلا الطرفين سواء كان العراق أو سواء كانت تركيا. هناك ملف الاستثمار، هناك ملف النفط، هناك ملف مشروع التنمية الجديد الذي طرحه السوداني على الرئيس أردوغان، وهذا المشروع حقيقة فيه كثير من التفاصيل. هناك أنبوب غاز جديد، هناك أنبوب نفط، هناك طريق بري، هناك سكة حديدة ستمتد باتجاه تركيا وصولا إلى أوروبا، وبالتالي هذه القضايا تحتاج إلى توافقات على بقية الأمور الأخرى. يعني هذه الملفات هي ملفات مرتبطة، فيما هل ستكون يعني حكومة السوداني قادرة على لجم حزب العمال الكردستاني الذي بدأ ينسج علاقات بالفترة الماضية، علاقات سياسية سواء كانت هذه العلاقات مع الحكومة أو علاقات عسكرية مع ميليشيات الحشد الشعبي ومع إيران. لذلك أنا أرى بأن هذه الملفات هي ملفات مترابطة مع الملفات الأخرى خاصة بالنسبة لتركيا. فهل ستكون حكومة السوداني قادرة على لجم حزب العمال الكردستاني؟ أنا أشكك في هذه القضية، أشكك لأنه هذه الحكومة أعتقد بأن هناك انقسام سياسي كبير جدا، وهناك إشكالات داخلية لن تجعل القرار السيادي والقرار السياسي العراقي يملك من الاستقلالية بقدر ما يستطيع أن يلجم مثل هذه التنظيمات التي أصبح لها نفوذ عسكري كبير جدا، بحيث الآن الخلافات ليس الخلافات على وجود حزب العمال الكردستاني فقط مع تركيا، وإنما حتى مع الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق. هناك إشكالات على المصالح والنفوذ داخل الإقليم، لأنه بدأ يسيطر على كثير من المناطق الكردية التي هي تحت سيطرة الحزب. يضاف إلى ذلك بأنه هناك قضايا تريد تركيا من العراق أن يلتزم بها، منها أولاً أن تحل القوات الحكومية العراقية على الشريط الحدودي ما بين العراق وتركيا. يضاف إلى ذلك بأنه تركيا لا تريد قيام دولة كردية في شمال العراق، ورأينا تركيا في عام 2017 عندما كانت قضية الاستفتاء رأينا الموقف التركي كان موقف قوي جداً، بحيث أغلقت المنافذ وأغلقت الأجواء وقامت بعمليات مشتركة وأرجعت العلاقات مع حكومة بغداد حكومة المركز رغم الإشكالات التي كانت موجودة، وتم الاتفاق مع إيران على تحجيم قضية الانفصال التي جرت في عام 2017. إذن هناك محددات كثيرة للأمن القومي التركي، وهناك أيضا مصالح بنفس الوقت. هذه القضية تخضع لتوازنات، وهذه التوازنات يجب أن تكون مدروسة سواء كانت من قبل العراق أو من قبل حكومة بغداد. وشكرا، آسف على الإطالة. شكرا للسيد حاتم الفلاحي على هذه الورقة المهمة. حقيقة العراق ينظر يعني نظرة مهمة وكبيرة لتركيا، بسبب أن المياه في العراق وهي اليوم تشكل أزمة كبيرة منبعها من تركيا، وبالتالي من الضروري للدول المتشاطئة أن تكون بينها تفاهمات من أجل الوصول إلى حالة التوافق الاقتصادي والسياسي والأمني ما بين الجميع. ليس من مصلحة العراق اليوم أن يترك حزب العمال الكردستاني
يسرح ويمرح وربما يتدخل حتى في بعض الكيانات أو المناطق في العراق، وهذا الأمر حقيقة لا ناقة لنا فيه ولا جمل، وبالتالي يفترض أن تكون السياسات العراقية واضحة وأن تكون هادفة لتحقيق مصلحة العراق أولا ثم المواطن العراقي. شكرا للسيد حاتم الفلاحي على هذه الورقة المهمة، والآن نفتح باب النقاش لتقريبا ربع ساعة، نتمنى من المداخلة أن تكون لدقيقتين فقط، والسؤال يكون لي يعني بأقل من دقيقة، والبداية تكون مع السيد محمد الجميلي مدير قناة الرافدين. شكرا لمركز راسام على هذه الندوة، وشكرا لكم وللباحثين على ما قدموه. سؤالي للأستاذ مصطفى أوزجان، الحقيقة سؤالان. الأول، هل الموقف الأمريكي من تركيا سببه وجود الرئيس التركي أردوغان أو حزب العدالة في الحكم، أم هو الموقع التركي أو البلد عموما كبلد في ظل المتغيرات السياسية الموجودة؟ يعني هل لو أنه الحكومة تغيرت أو أن المعارضة وصلت للحكم، هل أن الموقف الأمريكي مع تركيا سيتبدل؟ السؤال الآخر، هل أن الغرب موقفه واحد سياسيا من تركيا، أم أن الاتحاد الأوروبي مختلف عن أمريكا في موقفه مع تركيا؟ هل تعاني تركيا نفس الخلل في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي الذي تعانيه مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ هل الحكومة التركية قادرة على تحسين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي رغم وجود العلاقة السيئة مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ وسؤال للأستاذ حاتم الفلاحي، بالنسبة للعلاقات التركية العراقية ركزت على وجود حزب العمال الكردستاني. معروف أنه الحكومة التي تشكلت شكلها ميليشيات الإطار، اللي هي ميليشيات الحشد، اللي هي مدعومة من إيران وتسيرها إيران، فهي حكومة إيرانية بامتياز. وحزب العمال الكردستاني مدعوم أساساً من إيران، مع التهديد الكبير لحزب العمال الكردستاني لتركيا وخطر على الأمن القومي التركي، إلا أننا نشهد الحقيقة علاقات اقتصادية متميزة بين تركيا والعراق. هل إيران أو الحكومة العراقية حاولت أن يعني تبقي حزب العمال الكردستاني كورقة الضغط على تركيا وإقناع تركيا بالامتيازات الاقتصادية من خلال التجارة التركية الكبيرة مع العراق، وتركيا رضيت بهذا الشيء؟ لأنه احنا ما نشوف اضطراب الحقيقة في العلاقة مع الحكومة العراقية. أردوغان استقبل السوداني وكانت واضح أنه علاقة جيدة. هل تركيا راضية بالامتيازات الاقتصادية والعلاقة الاقتصادية مع الحكومة العراقية اللي يسيرها ميليشيات الحشد اللي هي تدعم حزب العمال الكردستاني؟ مع جزيل الشكر لك. شكرا أستاذ بهجت. احنا راح نجمع الأسئلة وبعدين نجاوب عليها. أستاذ بهجت تفضل. أشكر الأخوة في الإدارة على تحريك هذا الموضوع في التوقيت المناسب. الحقيقة أسئلة كثيرة اليوم دكتور أستاذ مصطفى، وأسئلة تهمنا، لأنه واحدة من أهم شعارات هذه الانتخابات طرد الأجانب العرب، وهذا يؤلمنا، لأنه كان يعني الكل يعلم أنه العرب ما جاءوا هنا إلا لأن الأمريكان والغرب وبريطانيا
حرقوا دولنا ودمروا بلداننا، وهذا كان السبب. أما أن المعارضة التركية، وهذا شيء يؤلمنا، أن التاجر بقضية الشعب السوري والمتواجدين، هذا شيء مؤلم. أوروبا وأمريكا يا أخي دكتور مصطفى لم تتطور ولم تخرج من مآسيها إلا عندما استقبلوا العلماء والأساتذة والباحثين الأجانب، أعطوهم جناسي وأعطوهم كل مقومات العيش الرغيد، ووقفت أوروبا وأمريكا على حيلها من جديد. استعانوا بكل علماء اللي موجودين في الهند، في عند العرب، في مصر، في غيرها. ما أنا لا أفهم أنه يعني كيف معارضة تتاجر بقشور بصل؟ يعني هل سبب مآسي الشعب التركي الشقيق؟ بالمناسبة حتى أكون واضح، أهنئ السيد رجب طيب أردوغان على النصر، وأهنئ الشعب التركي على هذه الانتخابات النزيهة المميزة، باعتباري أنا عايش في الخارج اليوم أكثر من 50 سنة. مميزة بنزاهتها، اعترف بها العدو قبل الصديق، ماكو 99.9، وهذه أنا بالنسبة إلي ابن الشرق الأوسط وعراقي الحقيقة أخذت من عدها دروس وعبر كثيرة. السؤال اللي راح أوجه لك يا أخي، هل أنه المعارضة ما لقت غير ورقة إلا التجارة بقضية اللاجئين؟ لو هي الصراع صراع مشاريع انتخابية وبرامج، واضح. هاي السؤال الأول. السؤال الثاني حقيقة أيضا للأخ، يعني هل نتوقع تغير في الاستراتيجيات البعيدة خلال 5 سنوات من أجل أن لا نعيش هكذا لحظات محرجة من قبل في تركيا؟ يعني هل نرى في حزب العدالة تحركات من أجل أنه لا نرى هذه المهازل اللي الحقيقة أزعجت الكثير من أبناء الأمة؟ أنه كيف بلد حكومة 20 سنة تبني، 20 سنة السيد أردوغان وحزب العدالة، حزب العدالة والتنمية يبنون في تركيا، وأنه لا يوجد سياسي بالعالم لا يخطأ. السؤال الآن الذي قدمه حزب العدالة والسيد أردوغان، ليش لم يكن له صدى عند الشباب التركي؟ تمام. السؤال اللي راح أوجهه للأخ العزيز الأستاذ العقيد حاتم الفلاحي، هذه التجربة اللي رأيناها بأم العين حقيقة، أنه نظام حكم يقدم أفضل التعليم، أفضل التدريس، أفضل العمارة، أفضل أنواع الإنتاج الصناعي والزراعي والعسكري، ليش ما تم تقييم هذه الجهود من قبل أبناء الشعب التركي الشقيق؟ ليش؟ هل أنه الغرب عنده هكذا إمكانية؟ تفضل. السؤال الأول للأستاذ مصطفى أوزجان. بالنسبة للعلاقات بين تركيا، ودعني أقول حلف الناتو وليس أمريكا، أمريكا بدون شك هي الحجر الأكبر، بل هي المحرك الأساسي لحلف الناتو، وبالتالي ما تقرره أمريكا ينطبق أوتوماتيكيا على الاتحاد الأوروبي كاملا. لا يستطيع الاتحاد الأوروبي اتخاذ أي خطوة نحو تركيا دون موافقة أمريكا. أقول بالصراع في سوريا، سمحت أو دفعت أمريكا بروسيا للتدخل في سوريا حتى تكون على احتكاك مباشر مع روسيا لزيادة التوتر، بعد أن دفعتها بهذا وهذا الصراع. لكن استطاعت السياسة التركية إلى حد ما ضبط النفس بهذا الأمور. مقدمته لابد لها مقدمة بسيطة، تمام. لكن ما الحقيقة، السؤال من خلال الرؤية المئوية للرئيس رجب طيب أردوغان، وأن العالم أكبر من 5، هل سيكون هنالك دور فاعل حقيقي لتركيا على مستوى هذا الحدث، أم أنه ممكن أن يكون هناك تنازل حتى تضم تركيا إلى الاتحاد الأوروبي؟ وسؤال آخر مع استفسار قد يكون للأستاذ حاتم الفلاحي،
حول قضية إيران في 2003 منع تركيا لقوات التحالف من التدخل، وبالتالي أدى إلى إفساح المجال للإيراني. لكن عمليا الإيرانيين كان تدخلهم قبل هذا بكثير، يعني مع نهاية الحرب أساسا التدخل الإيراني كان تدخل واضح جدا، وسواء يعني التدخل الإيراني بالعراق قبل 2003 بالنسبة للعراق طبعا هو قبل 2003. 2003 هو كان عسكريا على الأرض أموره كانت واضحة تماما. تدخل واضح كان تدخل عبر رجالات تابعين لهم فكريا ممكن. أنا هذا ما أقصده. وجود حقيقي إيراني بالعراق ماكو قبل 2003. طبعا الوجود الحقيقي الفعلي هو 2003، وكان أقول هذه ثمرة وليس على التدخل. أنا لا أقول التدخل بمجرد الوجود، يعني عندما أقول مثلا التدخل الأمريكي في بلد معين قد يكون أمريكا لم يدخل عسكري واحد منها، أما ما أقصده أنه الفكرة ليست هي بعد 2003، إنما هي بعد 2003 أصبحت واقع عملي ونراه على الأرض هذه الأيام كما نراه في بلاد العربية الأخرى. فقط توضيح حول هذا الموضوع. طبعا. بارك الله أشكرك. بارك الله فيك. سيد مضر. نعم، مضر أبو الهيجاء من فلسطين. ابتداء التحية والشكر لمركز الرافدين ورسام الحقيقة الذي عودنا على إضافة نوعية في قضايا الشأن العام من خلال باحثين مميزين. لا يتسع المقام للمداخلة الطويلة، لكن حقيقة أحب أن أقدم تعريفا تصورا لنتيجة الانتخابات التركية. أعتقد أنه النتيجة الحقيقية دون مبالغة للانتخابات التركية هو تحجيم الشرور، أي أن الانتخابات النجاح الذي تحقق في الانتخابات التركية نجح في تحجيم الشرور فقط، وفتح بارقة أمل من خلال هالسنوات الخمس في بناء الخير، ليس أكثر من ذلك. طيب، في سؤالين الحقيقة عندي. سؤال للأستاذ الفلاحي الأول، بما أن الانتخابات الرئاسية نوعية ونتائجها في الحقيقة خيبت آمال كثيرين الذين سماهم الأستاذ مصطفى دول التوتر، وأقصد أمريكا والغرب وإسرائيل وبعض الدول العربية، هل تتوقع أن يحدث انقلابا نوعيا في العلاقة ما بين تركيا وما بين دول التوتر كأمريكا والغرب وإسرائيل وسوريا ومصر؟ هل تتوقع انقلابا نوعيا كما حصل ضمنيا في الانقلاب النوعي ما بين إيران والسعودية؟ إيران، لا أنا سأتوجه له سؤال، هذا سؤال للأستاذ الفلاحي لأنه قدم جيد، لكن هو قدم بسطة جيدة في العلاقات مع الدول. أنا وجدت أنه البسطة جيدة ومركزة ومنتظمة. حقيقة حصل بعد 40 سنة من النزاع الذي يعني وتر المنطقة بين السعودية وإيران، انتهت إلى انقلاب نوعي في العلاقة. هل يمكن أن يحدث هذا الانقلاب النوعي بين تركيا ودول التوتر؟ أما السؤال للأستاذ الكريم مصطفى أوزان، الحقيقة أن شخصية حاكان فيدان شخصية يبغضها الغرب، وقد أعرب عدة مرات الألمان والفرنسيين وغيرهم عن كرههم ورفضهم حتى في وجوده على جهاز الاستخبارات. هذا تكرر بشكل قبيح عدة مرات، حتى أن الخارجية التركية ردت فيما سبق على ذلك. اليوم هذه الشخصية المكروهة من قبل الغرب أصبحت أكثر مركزية ومرشحة أيضا للرئاسة. ما هو توصيف السيد أوزان أكثر عمقا لخلفية هذا الرجل من الناحية الثقافية والسياسية، بحيث نتصور ما يمكن أن يكون إيقاع تجاهه؟ شكرا لك. وشكرا لكم. الأخ مراسل الرافدين تفضل. فاروق شريف مراسل قناة الرافدين. سؤال دكتور حاتم وللأستاذ مصطفى. دكتور حاتم، في مقولة للمرحوم نجم الدين أربكان، إذا سقطت العراق وسوريا فإن الهدف القادم، تذكروا أن الهدف القادم تركيا. يعني على ضوء هذه المقولة، ما موقف تركيا المستقبلي في مع الجهات الرافضة للمشروع الإيراني الأمريكي
في العراق تحديدا مثل الميثاق الوطني العراقي وغيره، هل ممكن تكون العلاقات أكبر متانة؟ تركيا ستدعم يعني مواقف رافضة لهذا المشروع الإيراني الأمريكي الذي سيؤثر على تركيا ويهدد وجود تركيا. سؤال لي الدكتور مصطفى، إلى أي مدى ترى أن العلاقات التركية المتوازنة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية يعني قادرة على الحفاظ على توازنها في العلاقات من جهة مع روسيا ومن جهة مع أوكرانيا والغرب، وخصوصا في ظل تصاعد الصراع واحتمال اندلاع صراع جديد في البلقان نتيجة التوتر بين صربيا ودول الجبل الأسود أو غيرها من الدول الإسلامية الموجودة في البلقان؟ شكرا. شكرا لك. السؤال الأخير من الشيخ أحمد غانم، بعد أن تحدث عن العلاقة السيئة ما بين أمريكا وتركيا، السؤال لكلا الباحثين، ما هو مستقبل تركيا في حلف الناتو؟ أظن البداية مع السيد الفلاحي بثلاث دقائق، أي والختام مع السيد مصطفى، وأنا سأكون عونا لك في يعني توجيه الأسئلة حتى لا أثقل عليك. تفضل. فيما يخص السؤال للأستاذ محمد الجميلي، يعني فيما يخص حزب العمال الكردستاني وموقف إيران من هذا الحزب وموقف ميليشيات الحشد الشعبي، من يراقب العلاقة ما بين إيران وحزب العمال الكردستاني يجد بأن إيران تضطهد هذا الحزب على الأراضي الإيرانية، ولكنها تتعامل معه في العراق وتتعامل معه في سوريا، وهذه لمصالح تقتضيها مصالح الأمن القومي الإيراني. واحدة من أهم هذه المصالح بأنها ورقة ضغط على تركيا لتقديم تنازلات ومساومات في ملفات أخرى. يضاف إلى ذلك بأن الكثير من الضغط الذي تم ممارسته على تركيا في داخل العراق بما فيها مثلا الهجوم الذي حصل في دهوك في عام 22، تركيا نفت مسؤوليتها عن هذا الحادث، ولكن من نفذ هذه هناك اتهامات لحزب العمال الكردستاني بأن هو من نفذ لإيجاد إشكالية حقيقية ما بين تركيا وما بين الحكومة المركزية، وهذا ما حصل فعلا، بحيث تركيا تقول بأني أتدخل الآن في العراق بناء على المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بأنه إذا ما تعرضت أي بلد تعرض إلى هجوم أو إلى تهديد من قبل دولة أخرى فيجب عليها أن تقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذا التهديد. وتركيا طالما أن الحكومة المركزية غير قادرة على بسط نفوذها على كامل الأراضي العراقية، إذن يحق لتركيا أن تتدخل في العراق وتتدخل في سوريا للجم هذا التنظيم، ولكن بنفس الوقت إيران تحاول أن تستخدم هذا التنظيم للضغط على تركيا من خلال ميليشيات الحشد الشعبي وعلاقاتها مع حزب العمال الكردستاني الموجود في العراق. يقدمون له الدعم اللوجستي، هناك رواتب تستلم من قبل حزب العمال من قبل عن طريق الحشد الشعبي، هناك نسج للعلاقات السياسية التي سبقت هذه الحكومات السابقة مع كثير من الشخصيات في العراق. وبالتالي تركيا تريد أن لا يكون هناك تجاهل لهذا الملف، ولا يكون هناك عملية غض النظر عن تصرفات حزب العمال الكردستاني. تركيا تقول إما أن تقوم الحكومة العراقية بلجم هذا التنظيم، وإما أن يكون هناك تعاون عسكري واستخباري ما بين البلدين للقيام بعملية مشتركة، وإذا فشل العراق في ذلك فتركيا قادرة على أن تقوم بعملية عسكرية لسحق هذا التنظيم. هذه الخيارات التركية بالنسبة للعراق. هذا سيعتمد على جدية الحكومة العراقية في التعامل مع هذه التهديدات وقدرتها على لجم هذه التنظيمات. ولكن إذا ما تسألني هل الحكومة قادرة، أنا أعتقد بأن الحكومة يعني القرار السياسي والسيادي مرتهن، لأن هذه أصلا هي جاءت من خلال صفقة سياسية ما بين الكتل السياسية لتشكيل هذه الحكومة، فكيف لها أن تمتلك زمام قرارها الأمني والسيادي والسياسي؟ المصالح الاقتصادية، العراق الآن بحاجة إلى المياه، المياه في العراق نقص كبير جدا وتصحر، وهناك يعني النقص التخزيني للعراق يصل إلى 100 مليار متر مكعب في العراق الآن، فهي بحاجة إلى تركيا في هذا الملف، وبالتالي هي أيضا بحاجة إلى القدرات التي تمتلكها تركيا من شركات مقاولات وإمكانيات للاستثمار بشكل كبير جدا، يعني لأن إذا ما قورنت مع إيران فأعتقد بأن السلع التركية مفضلة على السلع الإيرانية بشكل كبير جدا.
فلذلك المصالح تقتضي، يضاف إلى ذلك بأنه العراق الآن يريد أن يمرر مشروع التنمية، هذا المشروع طريقه إلى أوروبا عن طريق العراق، ليس له طريق آخر، حتى لو كان عن سوريا لابد أن يمر عن طريق تركيا. إذن المصالح بعض الأمرار تجبر الدول على رغم الاختلافات أن تتعامل يعني. وهذا ما هذا أولا العفو، وبعض الأمراض تحتاج إلى شرح يعني حقيقة. بس السؤال الثاني بس إذا كانت كاملة يعني، لأن يعني أنا بقى يعني فيما يخص السيد، أنت قلت له على الفوز مال، أنا أعتقد بأنه لولا بأنه الناس يعني مقتنعة لما فاز حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات، على العكس يعني. يعني صحيح كانت هناك هجمة قوية جدا، وكانت هناك موقف للمعارضة ودعم خارجي وما إلى ذلك وتوظيف لكثير من الملفات، ولكن من نتيجة الشعب التركي قال كلمته، ولولا لم يقل كلمته لما فاز العدالة والتنمية بهذه الانتخابات بما فيها فوز الرئيس أردوغان. ما هو مستقبل تركيا في الناتو؟ مستقبل تركيا، هناك ملفات شائكة كثيرة مع تركيا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين تركيا. هذه الملفات يعني إذا أردنا أن نعددها هي كثيرة، من ضمنها الآن التواجد أو التعامل التركي، التعامل الأمريكي مع حزب العمال الكردستاني قوات قصد الديمقراطية في شمال سوريا، هناك ملف S-400، هناك ملف الطائرة F-35، فبالتالي هناك ملفات كثيرة. أما مع الغرب أنا أعتقد بأن تركيا ستنتهج سياسة نستطيع أن نقول دافئة بالتعامل مع الدول الغربية، ولكن ستنفتح على كثير من الدوائر الأخرى بما فيها الدائرة العربية والدائرة القوقازية. هل تتوقع أن العلاقات العراقية التركية ستبقى هادئة؟ هذا سيعتمد على قدرة الحكومة على إدارة علاقات جيدة مع تركيا وإقناع القيادة التركية بأنها قادرة على أن تحقق مصالح الأمن القومي التركي من خلال لجم حزب العمال الكردستاني في العراق، وتأمين الشركات الاستثمارية التركية التي تعمل داخل العراق بدون أن تكون هناك ضغوطات من قبل ميليشيات الحشد الشعبي. أصلاً طبعاً الولايات المتحدة الأمريكية تعارض توسيع نفوذ تركيا في المنطقة في جوارها، ليس أردوغان فقط، أردوغان منفذ لهذه السياسة أو اكتساب نفوذ جديد بالنسبة لتركيا. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كان معارضا وهل هذا الموقف على هذا الأساس هذا الموقف أمريكي أم غربي أيضا أوروبي؟ يعني نعم نستطيع أن نقول الغرب منقسم على نفسه، خاصة 2003 عندما كان هناك اجتياح للعراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا قال رامسفيلد؟ قال هناك أوروبا قديمة أوروبا جديدة، وأطلق على شرودر كان مستشار لألمانيا وأيضا لشيراك، قال هم يمثلون أوروبا القديمة. إذا هم كانوا عارضوا أصلا تداخل العسكري الأمريكي للعراق. إذا الغرب، ولكن هناك أيضا نقطة مهمة لأوزال، قال أوزال إنما أذهب إلى اجتماعات لمحافل الغربية، فهو يقصد بوش أب، قال كل الرؤساء يستمعون وينصتون لكلامه. أقول إذن الولايات المتحدة الأمريكية هو زعيم الغرب، زعيم الغرب، ولكن يكون هناك اختلافات طفيفة أو غير طفيفة، وإنما مثلا يصف بعض الغربيين في أوروبا على نفسهم يعارضون توجهات الأمريكية لأنها مدمرة. حتى كان هناك توجهات لويلي برانت وغيرها إلى الاتحاد السوفيتي مثل عدنان مندرس، مثل رجب طيب أردوغان، طيب. هم عارضوا أيضا نفس التوجه بالنسبة لألمانيا ويلي برانت وغيرها. ليس فقط هذا حكرا على تركيا، ولكن أموم لا يريدون أن ينفلت أي دولة من الدول موجودة في أوروبا عن دائرة تيسير الولايات المتحدة. يعني كيف يعني تتوقع مستقبل التعامل التركي مع العرب أو الأجانب عموما في المرحلة القادمة؟ ماذا؟ يعني من حيث تواجد العرب في تركيا، يعني هل هنالك، سؤال السيد بهجت، يعني هل هنالك ستكون ضغوط لإخراجهم من تركيا أم سيبقون في تركيا بشكل؟ إذا كانت الظروف تتغير بالنسبة لصالح طبعا
اللاجئين خاصة سوريين المقيمين في تركيا على سبيل المثال إذا كان هناك تصفية سياسية وغير سياسية بين المعارضة والحكم في سوريا، إذا يتحسن يعني أحوال سوريا داخليا، في هذه الحالة يمكن أن يعودوا بالاقتناع، يعني ليس بالإجبار أو قسرا. لا، تركيا لا تريد أن يعود هؤلاء قسرا إلا بالأمن والأمان. في هذه الحالة يمكن أن يعودوا، هذا يعني متروك لتصرفاتهم أو إرادتهم الذاتية. تركيا فقط تسهل الأمر. المئوية التركية ما إن شاء الله هناك مئوية تركية مع العرب إذا اتحدوا، يعني إذا لم يكن هناك اتفاقات تحالفات. تركيا لا تستطيع بمفردها أن تقوم مثل هذه المهمة إلا اتحد مع العرب، لأن هناك جيرة العرب، يعني هناك إسلام وهناك عوامل مشتركة تاريخيا وجغرافيا وغير ذلك. إذا اتحد هذه العواصر في هذه الحالة تركيا تمثل القرن التركي، قرن التركي أصلا من ضمنها قرن العربي إن شاء الله. توصيف خلفية وزير خارجية. نعم، هو أصلا كان ضابط احتياط، تقاعد ضابط احتياط. احتياط نعم. في السابق هو تقاعد في سن مبكر وراح إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هناك درس في بعض الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية، عاد واشتغل في تيكا. تيكا معروف يعني تيكا لترميم آثار قديمة عائدة إلى عهد الدولة العثمانية، وأيضا من يعتبر أن الذين يعملون فيها يمثلون مخابرات تركيا إلى حد ما، لذلك تمرس في تيكا في مؤسسة تيكا. ثم أردوغان اقتنع أنه يستطيع أن يدير المخابرات التركية، ويعني عينه في هذا المنصب. مستقبل تركيا في الناتو؟ مستقبل تركيا في ناتو والله يعني سؤال وجيه. العالم إنما يتغير ناتو، هناك حاجة لتغيير ناتو أو أصلا اقتلاع ناتو، لأنها يصبح أحيانا جبارة أو قوة تسلطية أو قاهرة. لذلك كان مع حلف وارسو كان ربما هناك حاجة لحلف الشمال الأطلسي، ولكن اليوم ليس هناك حاجة. هناك حاجة لتحقيق العدل في العالم، وهذا ليس من مخولات لحلف الشمال الأطلسي. شكرا. يعني حقيقة الموضوع مهم، وكان بودنا أنه يعني نمدد بالوقت، لكن يبدو الأخوة في المركز حددونا بهذا الوقت. الموضوع كان مهم، والحقيقة البحوث كانت جيدة، والإجابات كانت مهمة جدا، وأعطتنا بعد أفضل، يعني خلينا نقول ركزوا بها أكثر من المحاضرة نفسها والبحوث نفسها، لأن الموضوع عميق. وبالتالي الشكر يعني حقيقة موصول للسيد مصطفى وزجان على ورقته المهمة التي تحدث فيها عن معالم وأفاق السياسة التركية في المرحلة القادمة. شكرا جزيلا، وشكر للسيد حاتم الفلاحي على ورقته المهمة جدا والتي تتعلق في العلاقات الخارجية التركية في الحالة العراقية نموذجا، لأنها يعني حقيقة نحن نعاني جدا من قضية تواجد حزب العمال الكردستاني في العراق، وبالتالي نأمل أن نرى في المرحلة القادمة حالة من التوافق الحقيقي ما بين العراق وتركيا، والعراق ودول وتركيا ودول العالم العربي، من أجل مصلحة شعوب المنطقة جميعا. شكرا لكم، شكرا لمركز الرافدين للدراسات الاستراتيجية راسان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.